كل شبابيك النهارده بالفرح بالفرح والنطق ما يبقاش طبعا. انا بشكركم كلكم وحبيت بالمناسبه السعيده دي اخص ثلاث اشخاص بالشكر يعني. اولا واحد مش موجود معانا هو والدي الله يرحمه. وثانيا والدتي ربنا يديها الصحه هي اللي ماليش غيرها وحبيت اشكرها في المناسبه السعيده دي ماشي. وابسط حاجه ان انا اقدر اقولها لي الف الف شكر ان انت وقفت في ظهري لحد ما وصلت لي بر الجبال ان انا ابص قدامي. لا لا شكرا.